شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. يا جماعة ما ينفعش تكلموا كلكم في وقت واحد، امال هنسمع مين؟ انتوا يا بنين اي حاجه تفور الدم برضو يا حاج قنديل. الله بالهداوه يا جدعان، الواد لسه صغير شاب يعني وشايف نفسه ظاهر واقع على شروه كده ولا كده، عايز يجر بيها رجلين الزباين اللي محله. ما يقول لنا على مكان الشروه دي ونجيبه ونبيع زيه، لكن واقف الحال اللي هو عامله لنا الواد ده ما يرضيش ربنا. انا حايش نفسي عنه بالعافيه الواد ده يا حاج قنديل، لو مسكته هزعله. يا جماعه الواد مش عملكم، سرق السكينه ومحتاج حد يكلمه. ما تكلموه يا اخوانا، الكلام اخده وعطى. كلمنا اخوه ما بيحلش ولا بيربط ونازل بيع بسعر المصنع، وزيزو مختفي ولا سائل فينا. انا بقول نبلغ في الغرفه التجاريه تحقق معاه تشوف بضاعته دي سارقها منين. انا بقى زهقت من الكلام ده ولازم امشي. بالهداوه يا ابن عمي، الله الامور ما تمشيش كده يعني. وانا كمان ماشي، يظهر انتوا معايا حاج شرشابي. لا بقى، انا مش مع حد، انا مع الحق والحق بيقول كده. انا معاك بس من غير يعني لو يدرع لمؤاخذه او استعراض عضلات. خلونا نحل مشاكلنا في الشارع ومن غير الغرفه التجاريه، بلاش نفتح على نفسنا فتوحة احنا مش قدها. لا غرفة تجارية ايه، دي حبالها طويلة. تعرف الحاجة لما تروح الغرفة التجارية شهور وحالنا بيقف، ممكن بقى يقلبوا القديم مع الجديد. لا 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 بلاش الغرفة التجارية دي. احنا بقى لنا ساعة عمالين نرغي في الكلام، لا بنحل ولا بنربط، وجينا لكم عشان نسمع منكم لكن يظهر مفيش فايدة من الكلام. احنا مش قدامنا غير اننا نقطع عرق ونسيح دمه. افهم بس يا طلعت. الله، هوصل انا وقنديل لغايه الدور بيه في موضوع خاص كده، وهنقعد نتفاهم وهنتفق على كل حاجه. انا مش قاعد مع حد ومن غير السلام عليكم. يلا يا رجاله، يلا بينا يا رجاله، يلا بينا يا جدع انت. يلا يا رجاله ايه خليهم يولعوا. عملت لك لقمة ترمى عظمك بيها. قد ايه؟ ايه ده؟ انت بتدخني ولا ايه؟ لا لا سمح الله. اقصف رقبتك. اللهم صل على النبي، ايه الدلع ده كله؟ تتجوز حمام، للود ودي كنت ذبحت لك بطة وحطيت جوا البطة فراخ، والفراخ جواها أرانب، والأرانب جواها فراخ. بس ايه؟ بتعملي 10 ريتشارد قلب الأسد؟ انت جدع والله. سمعت انه ياكل خروفين على العشاء. يا سلام يا اشجان. هو مكبر الموضوع ليه كده؟ موضوع ايه؟ موضوع اسمك ده اشجان، ده حتى الاسم فال. انت اللي زيك يبقى اسمه افراح. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك انت يا سيد الرجاله. سيد الرجاله؟ بقيت تتكلمي عربي اهو زينا. من عشر الجوم، انا بتكلم مصري زيكم. طب سمعيني حته كده مصري. وحشتني قوي يا روح قلبي، بحبك حب لو توزع الدنيا كلها كلها. انا بحبك بجد، بموت فيك وعايزه افضل معاك طول عمري. طب بس بس بس، دورك انتهى. تعالي بقى. ايه مش عندك سفر؟ سفر ايه؟ امال الحمام ده ايه؟ We'll be right back.
لا عاد باش مش اي حاجه بتقلقش انا اللي طفيتها. خدها يا شبرو. اهلا يا عادل باشا. مين اللي عمل كده؟ تعالى معايا يا عبد العزيز، تعالى معايا على الاسم نعمل معاه. ما عنديش كلام اقوله يا باشا. يعني ايه؟ اسمعني كويس يا عبد العزيز وافهم الكلام اللي هقوله لك. اللي عمل العمله دي بيكرهك وكان ناوي يدمرك. المره الجايه هيطولك او هيطول اخوك او اهل بيتك. لازم تتكلم وتقول لي هو مين. اذا كان في عداوه بينك وبين اي حد قول لي هو مين وانا هقدمه للنيابه وبالدليل كمان. اتكلم يا عبد العزيز. معلش يا سيادتك، بس احنا نراعي بس الحاله النفسيه وانا وعد سعادتك ان اول ما الدنيا تهدى انا هجيبه نعمل محضر في الاسم. ماشي، انا هراعي حالتك النفسيه بس اعمل حسابك مفيش شغل انتقام وعصابات وطار. فاهم يا عبد العزيز؟ انا مستنيك في الاسم. قدر الله ما شاء فعل يا جماعه. زي ما بنينا مره هنبني 100 مره. صلي على النبي يا وليد. القعده هنا ما منهاش نفع. يلا بينا، يلا يا زيزو. لا انا قاعد. روحوا انتوا، انا عايز ابقى لوحدي. انا هقعد معاك مش هسيبك لوحدك يا زيزو. تعالى من الفجر. روح يا وليد، عايز ابقى لوحدي. روح يا زيزو، ما قلناش حاجه. قلت عايز ابقى بعدها لك يا ولد خالف. ما كنتش عامل حسابي يا اشكال. حاسس اني خدت حته الدين قلم ومش عارف ارد. حاسس اني متكتف. قطع يده اللي يمدها على سيد الناس. بس يا عمايل المجرمين، مين اللي ليه طار عندك؟ الشارع كله يا اشكال. حسبتها غلط. طلعت حمار. كنت فاكر ان هم هيجوا لي لحد عندي واحسسهم اني كبرت اطلبوا اعلي السعر واتحكم في السوق بمزاجي.
هم فعصوني تحت رجليهم زي الصرصار. الله يرحمك يا ابو قالها ومات. اللي بلا ناس بينداس يا ولدي. مين اللي قال انك بلا ناس يا ولد خال؟ طب انا هكلم امي في البلد واقول لها تجيب اخواتها ومعاهم 40 راجل بالسلاح، عايزهم ميتة يا ولد خال. عارف مين اللي عملها ولا نوليها على الصغير والكبير؟ الله العظيم يا ولد خال، وقول قالتها مرة لخلي فلان شارع عبد العزيز يخش شحورهم ويعرفوا انك سيدهم وكبيرهم وتصير فيها رقاب. كلميهم يا شجان، بس احنا هنعمل حاجة أكبر من كده بكتير. ايه القرارات المفاجئة دي؟ هتسافر ازاي؟ طب واللي حصل؟ ما تقلقش، أنا هاخدك معايا دلوقتي أديك قرشين كده تخليهم معاك، عايزك توضب المحل يقعد وترجعه زي الأول وأحسن. اليافطة دي لازم تنور اللي اتحرقت دي، وتجيب شوية ميمون وتميل على أنور كده لو احتجت حاجة وأنا مش موجود، فاهم؟ تمام، على بركة الله. طب واحدة بالنسبة ده قاعدة لو شبره الظبط يعني هودع على الله ولا أي دمعة حزن يعني ولا إيه؟ متخافش، على قديم يا بكر. هنرجع إن شاء الله نقف على رجلنا من أول وجديد، أصحاب وحبايب. أصيل يا اسطى، وقدر الله وشاء فعل. يلا بينا عشان هديك الفلوس. يلا بينا. خد يا دي عبد محمود العربي. نعم يا اسطى. اقعد. طب ده النهارده المساعد بتاعي، وده لو لقيتك هعلمك الصنعه. سمعت يا اسطى. ما تردش عليا، انا زي ما عملتك ممكن اعمل غيرك والف زيك. ها سامع كلام ولا مش سامع؟ انا ممكن اتسفك وانت شارع عبد العزيز ده كله. روح عند الواد نصر هات لي شاي. يلا اجري يا اجري يا يزعلك ولا تكلم. تفتكر يا نديل ما دي عايزه مفهوميه؟ الواد ده هينتقم ان شاء الله، يصرف كل اللي معاه. وبعدين بقول لك ايه، الواد ده عامل شغل جامد قوي قوي مع الدوري. يبقى متعلم من ابوه. طب هنعمل ايه؟ ولا حاجه، نتخدى بيه قبل ما يتعشى بيه. لا يا حبيبي، السكه دي تمشي فيها لوحدك. ايوه احنا عايزنا نوصل لحد المشنقه. الله، ما هو ما تمشيش معاه لغايه نص المشوار وبعدين تخلع. لا يا اخويا، انا لا مشيت معاك لنص المشوار ولا بداته من اصله. ليه؟ مش انت اللي علمته صنعه الجري ورا الجنيه وقعدته على حجرك؟ ما هو تعبان كده تضربه بالطوبه وتفتكر انه مات، لكن لا، السم اصلا موجود في دماغه ومستني مستني عشان يلدعك. كل تعبان له رفاعي يطلعه. طب وتفتكر مين؟ الدوري. متشكرين يا باشا، متشكرين كلنا، انا ووليد وامي والمنطقه كلها. بلاش بقى يا زيزو المنطقه كلها ونزل لي السبت دي. وبعدين الحاجه خدت حقها تمام وربنا يتقبل منها. واخوك وليد ما هو زي ابني تمام، بس خليه بقى يشد حيله عشان نثبته. ربنا يخليك يا باشا، انا برضو جيت اسلم عليك عشان بامر الله مسافر بكره الفجر. هتجيب المحمود برضو؟ انا عملت دراسه وافيه للمصلحه دي ولقيتني ده اوانها، ولو اتأخرنا عن كده حد هيجي يقعد لنا في المصلحة بقى ونبقى بنحكي في المحكي. نحكي في المحكي تاني يا زيزو. طب يا سيدي ربنا يوفقك وتسلك، وأنا عندي وعدي، أنا لقيت لك الراجل اللي هسلك لك موضوع الخطوط من الشركة كمان. وده عشم فيك يا باشا. أخبار القرية السياحية إيه؟ أديني دفعت الإرشادات ومستني، مفيش أخبار. بس أنت مش عايز تقول لي مين حلالك المخزن والمحل بتاعك بقى؟ تشغلش بالك يا باشا، موضوع وعدى. الكلاب تعوي والقافله تسير، ربنا بس يعيننا على الكلاب. بص بقى يا زيزو، انا مش عايزك تتصرف باي طريقه. الو، ايوه مين؟ اهلا يا هنديل، محلك اتحرق انت كمان ولا النار بتحرقش مؤمن؟ لا اسمع بقى، انا هقول لك اللي عملها ده واحد خايب وجباني وهايف، وعشان تبقى فاهم كمان عبد العزيز بيه قاعد قدامي هنا وحاطط رجل على رجل ولا كاني في باله.
طيب ماشي ماشي يا سيدي، انا عارف ان عبد العزيز بيه حبيبك وحبيب الشارع كله، كل ده على راسه وعيني، بس انتوا كان ممكن تعرفوا اللي عملها لو كنتوا عايزين تعملوا كده. بس وحياه ابوك بقى يا نديل، انت وشوشابي زي ما انا بكبركوا كده، ما تصغرونيش في الحته، خصوصا بقى انها هتتأيد ضد مجهول، واطلع انا قدام الحزب بقى مش قادر اسيطر على الدايره بتاعتي، وسايب المجازيب واللي سايقين الهبل بيسوقوا الهزار ويتقلوا فيه على ناس محترمه زي عبد العزيز بيه. مع السلامه يا نديل. برضه يا عم يا باشا، انا تلميذك ومعاك بنتعلم ازاي نبقى كبار حتى مع الاوباش والناس اللي ما تسواش. ادي قلتها، لسه ما بتسواش فعلا. سيبك بقى من اللي في دماغك وخلينا نفكر في شغلانه كبيره ولا ايه؟ شوف يا باشا، مش مهم ازاي ممكن تكسب، المهم ليه ممكن تخسر. وانا بقى اتعودت لما اخسر اقف واحسبها. الناس دي انا عارفهم كويس يا باشا، وعارف ان لو سكت عليهم مش هعرف الم الدور تاني. معلش سيبني بقى لدماغ المره دي، واوعدك انها مش هتتكرر بعد كده. شكلك راكب دماغك زي ما تحب. بس بص يا زيزو، انا مش عايزك تضغط عليا ولا تحرجني. ها، مش عايز الدايره الانتخابيه بتاعتي تبقى مقسومه بين ناس ضد وناس مع. امان يا باشا. شفت عبد العزيز بيه قاعد يشرب سيجار مع الدوري بيه؟ لا بلاحظ انه ما عبرناش نظراته زي ما كنا احنا المريدين. يا وهارس، هارس ان احنا رحنا استخبينا عنده قبل الحريقه. لا وشايل لك انه وقف جنبك لما دخل ابنك الكليه. يبقى لازم نروح له بهديه تقيله قوي عشان نعرف نقلوص له. طب احنا هنفضل نيبطا نصغر نفسنا، عاملين زي الوليه المطلقه اللي بتحرجم على بيت جوزها عشان يرجعها. انا عمري ما هصغر، افضل طول عمري كبير شارع عبد العزيز، والاولاد ده جه ناحيتي هنسفه. يا عم بطل غباوه بقى بدل ما افضحك في السوق كله. انت تفضحني انا؟ انا عمر الشرشاب انت تفضحني؟ بأمارة العيش والملح اللي كلت معايا ورحت بعت رجالتك يبلغوا عني. انا بلغ عنك؟ ايوه، بأمارة ما جبت عطيه انا وقررته ورفعت المسدس في وشه وقال على كل حاجه. قسما عظما يا نديل، لو بصت رجلي في شارع عبد العزيز كله ما هرجع في كلامي تاني ولا عايز اعرفه. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ايه يا بابا محدش عرف اللي عملها؟ دي جريمه مدبره، سهل جدا يتعرف الفعل. والله يا بنتي انا نفسي مش فاهم حاجه. صاحب الشارع مش عايز يتكلم، لما جاله ظابط من البحث ساله قال له يمكن يكون ماس كهربا ولا حاجه. ما قالش العصير المتلج. يا عم لطفي يا بركه، شوف سمعتش اخبار جديده؟ ما عرفوش مين اللي عملها؟ والله لسه يا دكتوره، بس الحكايه كده شكلها هتولع. ايوه، والشارع داخل على مشاكل كبيره. مشاكل زي ايه؟ يعني انت بذمتك ما شفتش حد بيولع ولا حد بيكسر؟ بصراحه شفت. انا اول ما سمعت وليد واياد بيستنجدوا طلعت قدام المحل، لقيت كده شويه عيال بيجروا من جنب محل زيزو. انا بصراحه استغربت، لقيتهم عيال سبرسجيه كده وسكه 14 16 سنه ولعوا في المحل وطاروا، ما حدش لحق يمسكهم. عشان كده بقى زيزو انكر قدام الضابط عشان ياخد حقه بدراعه. وعلى فكره عم لطفي، العيال دول متوحيين وقافشين. ايوه، لكن انت يعني ما شفتوش بيتخانق مع حد على فلوس مثلا، بضاعه، حاجات من دي؟ والله عم لطفي بص، انا دايما يعني ما بلاش بقى. طيب احسن بقى عم لطفي بقى. الله، ما تقول اللي عندك بقى وتخلص. انا اللي عندي عصير وتمر هندي ومرطبات. اجيب لك يا ست البنات؟ سامح عليك. يلا حش عايز كده. خد بدو يا عم مجدي، انزل عم عطف انا ماسك السلم. يلا يا بكري شيل الكراكيب اللي هنا، عايزين ننفض وننضف. يا عم انت ما بتتططش علينا، انت مش وراك مجلس الشعب؟ وبعدين هو ايه؟ اداك فلوس تدهن وتطفض وتطفض لنا؟ ينفع برضه بذمتك المعلم يعمل كده؟ امسك. سيب لك الفلوس دول، ماشي نفسك انت وشبره. اهدى بس اهدى. صدق ده مكسوف منك؟ انت مكسوف ولا بتحس ولا عندك دم؟ طب كام دول؟ خليهم بقى بركتهم على الله يطمن. يلا. خد يا دي عبد محمود العربي. خد الربع جديد ده واشتغل بزبه. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ينور. كويس انك جيت. بقول لك ايه، عايزك تروح لانور بتاع الالكترونيات تجيب النقاش اللي قال عليه عشان يبتدي يشتغل. يلا. هو زيزو لسه ما جاش برضه؟ زيزو هيركب طياره الفجريه هيركب كمان. طب
طيارة ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ وبعدين حتى لو مسافر يقول لك انت موليش انا حتى اخوه قاعد معاه في بيت واحد، في كده؟ يا عم هو في كيه ولا في ايه؟ وبعدين المصاريف في البط بتتخانق بتغير بتقول للواحد عادي يعني. انا هروح اشوف الكهربائي واشوف النقاش واشوف الناس بتاعت اليافطه دي عشان يجوا يغيروها. عايز حاجه تاني؟ لا تسلم، اتكل على الله. يلا يا بكر خرطوم بقى ونضف لنا الكلام ده كله. يلا سامع الكلام ليه؟ ما بيقول لك الخرطوم يا اجري. الشهود اكدوا ان هم مجموعه كبيره من الصعايده كانوا مسلحين بطبنجات وآلي هجموا على الشارع وكسروه وحرقوه، واحنا في انتظار المعاينه. شكرا. خير يا باشا، انتوا عاملين لجنه هنا؟ خدت بطارك وحرقت الشارع يا عبد العزيز؟ بطار ايه بس يا باشا؟ انا سيادتك كنت مسافر اهو، لسه راجع قدام سيادتك يعني، وادي الباسبور اهو. ملوش لزوم، انا متاكد انك انت كنت مسافر، بس ده ما يمنعش انك ورا اللي حصل برضو. ماشي، انا مرهق يا باشا وعايز اروح يعني، بعد اذنك ممكن نفتح؟ تفضل. شكرا. هو ده بالله هو رجليه وطلعت على السلم. عبد العزيز اهلا، وحشتيني. اقطعني، كان مشتري لك البدله الحلوه دي. هداك 1350 بدله. دريت باللي حصل؟ العركه كانت وعره قوي، شارع عبد العزيز كله اتكسر. واحنا مالنا؟ تعالي بقى مفرجك، انا جبت لك من بلاد بره. خلاص اتفقنا دي هتبقى اوضتنا؟ اه حلو قوي. اوكي. طب وهنا؟ هنا بقى نعمل اوضه الولاد، عايز اعمل لهم فيها الوان بقى على السرير وشويه حاجات كده. بحب الحاجات دي وانا صغير، وعايز بقى كمان في البلكونه. يا عاصم لا ده عشان الولاد مش عشان والله. قلوبنا مش جزء من العالم ده؟ ايوه. يعني لو ما كانش شباب البلد يحس بمسؤوليته مين يقدر يحس بيها؟ انا حضرت لك العشاء تحت. نسال نفسنا انت لابسه كده ورايحه فين؟
رايحه الصيدليه ما انت عارف. يعني انت تنزلي بالليل دلوقتي وانا افضل قاعد مستنيكي ولا ايه؟ انت عارف الاسبوع ده كله شفتات بالليل. بكره نقعد على الحيطه ونسمع العيطه. ماشي يا لؤم، اتفضلي دلوقتي لما نتكلم بعدين في الموضوع ده. ماشي سلام. اعزم من هنا اول الشهر. عسسي ليه يا محبوب؟ حد سألك؟ ايه حامل؟ حامل ايه يا بنت المجنونه انت؟ حكك عليا يا عبد العزيز برد خالي لك. لا انا ماليش دعوه بالحوارات دي، مش فاضي انا الخلف وجع دماغ اللي فاضي ده لازم ينزل، انت فاهمه ولا لا؟ اخرسكك قطع لسانك. اوه مالكيش دعوه بالحوارات دي يا عم، الموضوع يخصني وانا اللي عندي قلته لها يا اما قسما بالله. نزل ايدك يا واد وفوق، اخص عليك وعلى البطن اللي شالتك. في حد يقول لا لاراده ربنا؟ وبعدين هي جايباها في الحرام عشان تقول لها نزليه؟ ما هي متنيله متجوزه بقالها 7 سنين، اشمعنى يعني قطع الحظ انا وبتخلف ولا هي بتستعمل علينا؟ يمكن جوزها يا ابني هو اللي ما بيخلفش، وفي الصيد لما الخلفه بتتاخر بيتموها في الصيد. خلاص يا ابو عزيز انا اروح الحكيم وانزل، انا عارفه ان انا ما استاهلش منكم. اهدي بس اهدى يا ابني بس اهدى بالله، والله والله انا شايفاه في المنام، وان شاء الله ربنا هيرضيها بولد وهسميه عبد الرحيم ان شاء الله. ايه عبد العزيز عايز تقهرني يا ابني قبل ما اموت؟ عايز اشوف ضلك يا ابني، حرام عليك يا عبد العزيز. لف الناحية التانية. أنا فاتح عقد التاني. مش أنت. بتلف يا عبد العبلة. حاضر يا اسطى. خلي بالك من فلوسك يا جدعان. ولا حرام يا عبد اللذيذ ده يبعد قبل ما أسلمه وهعوره قبل ما أسلمه. كل واحد يحط إيده على مكان الفلوس بتاعته عشان الحرامي ما يعرفش مكان الفلوس فين. طب يا عم خلي الفرق مش هنتفرج إحنا كمان. كله هيتفرج يا عبد عبي وهيشترك غصب عنده. هسه هديت التليفون ب2000 جنيه يا اخي. ب2000 جنيه التليفون المحمول ب2000 جنيه، والخط ب1200 جنيه. بالتقسيط المريح بالتقسيط المريح، معاك فلوس هتاخد، ما معاكش برضه هتاخد. بتقول ايه بالتقسيط؟ هنكتب شيكات؟ مش هنكتب شيكات، لاول مره في شارع عبد العزيز مفيش شيكات، بالتقسيط المريح. زيدان الدوري باشا وصل يا جدعان. كمل يا بطل. زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري قال شبرو. انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. شارع عبد العزيز دور، شارع عبد العزيز دور. اللي بنى مصر كان في الاصل وبجل الشعب زيدان الدوري. زيدان الدوري، زيدان الدوري، زيدان الدوري باشا. زيدان اهو اهو زيدان الدوري اهو، زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري باشا، زيدان الدوري المحمول والنهارده وزيدان الدوري. يا تضرب خطه يا ابني. زيدان الدوري باشا وصل يا جدعان، المحمول بالتقسيط المريح، معاك فلوس هتاخد، ما معاكش برضه هتاخد. منور يا سيد المعلمين. معلمين ايه بقى؟ بقيت سيد المتفتتين. احنا بقينا عاملين زي اللي بيبيعوا الطربيش في الوقت اللي الناس كلها بتستعمل الجل وتكوي شعرها يا عم. قصدك على المحمول؟ شفت زيدان الدوري وهو داخل عنده؟ اتصور راجل حتى ما قال للناس سلام عليكم يا اللي بتنجحوني في الانتخابات وراح داخل على طول. بقول لك ايه يا شرش، ما تيجي نسيب موضوع الاجهزه المنزليه دي ونخش في المحمول. انا يا ابني ما اسمعش عن المحمول غير في الكفن. نخيب على اخر الزمن ولا ايه؟ انت عارف بقول لك حته المحمول اللي قد كده تعمل لها 2000 جنيه واكتر، يعني قد غساله ولا ثلاجه من اللي احنا بنتاجر فيهم. ده غير الخط، ورغم كده الناس كلها دايره المحمول المحمول المحمول. مش فاهم انا عارف في ايه. الظهر راحت علينا يا اندي. لا انا عارف في ايه، والله ما انا فاهم راحت علينا ولا ما راحتش علينا. اراء عبد الحليم بقول لك محمول معايا بالعذاب يا قلبي. مش عارف. لا ده التاني محمول المليجي. والله العظيم يا باشا انا فخور بيك، يعني بجد فخور بيك. عشان كده بقى بما انك شرفتني وطولت رقبتي مش هسيبك تخرج من هنا الا باول عده تطلع من المحل بتاعك. يا عم زيزو انا قلت لك مش هعرف استخدم البتاع بتاعك ده. يا باشا مش هتعرف ايه ده، حتى عيب برضه. قول الو قول الو قول الو قول الو الو. مين معايا؟ منيرة؟ ممكن تتكلم بره عادي، انا ممكن تمشي بره عادي. هي 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 لا 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 انا مش في مكتبي هنا، انا عند عبد العزيز في شارع عبد العزيز.
انا في المحل بتاع المحمول بتاعه اللي افتتحه جديد ده، الموبايلات دي بالمناسبه انا بكلمك من واحد منه. بتقول ايه؟ اسف الكل، اسف الكل. لا ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. سيادتك تقدري تعتبريني اخوك الصغير. والله لا ده تدوري بالي افضل عليا بقى. لا لا ده كلام، ده كلام. على فكره الموبايل ده بتاع حضرتك، واحسبي لي بقى الاولاد عندك كام. يا ست الكل مالكيش دعوه بقى. ماشي اهو معاك اهو. ايوه يا منير، شايفه يا ستي عبد العزيز وعمايله ايه؟ خلاص بقى لما اجي بعدين. طيب طيب مع السلامه. خلاص اعمل معاك ايه؟ خلاص بقى ما في وليد، هات لي احلى ثلاث موبايلات عندك كده وحطهم لي في كيس. يا واد انت كده هتملى البيت موبايلات، وانا هفضل بقى ادفع في فواتير وخلافه. يا باشا ما احنا انت عايش لهم، ربنا يخليهم لك يا باشا ويخليك ليهم. تعيش 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 طول عمرك كبير وتفهم في الاصول. الله يبارك لك يا باشا، كله يعني من فضل سعادتك، وبعدين انا تلميذك وبتعلم على ايديك ولسه هتعلم على ايديك. تعيش يا زيزو تعيش، ان شاء الله اشوفك نمره واحد في السوق يا زيزو. هيحصل بتوجيهات معاليك سيادتي. اتفضل. لا مؤاخذه يا باشا، ايه ده يعني؟ انا مش وعدتك لما وليد يتخرج هنثبته في البنك؟ وليد اتخرج اهو بتقدير، وده جواب تعيين من وزير شخصيا. ربنا يخليك ليا يا فندم، والله ما عارف اقول لك ايه، والله انت رفعت رقبتي وشرفتني يا فندم. صدق بقى مش هتمشي بقى غير بعده كمان لمعالي الوزير. لا انت كده اتجننت. واحده كمان للي يخصوه، ايه رايك بقى؟ لا 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 يا زيزو مش هينفع كده خالص. والله ما راجعين. طيب يا سيدي انا هضطر استاذن. انت عايز حاجه يا زيزو؟ لا ما انا يعني معلش هبقى اجي لك المكتب بقى. لا 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 قول 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 دلوقتي في ايه؟ بس انا محروق منك يعني مش قول بس في ايه؟ ابدا في واحد كده يخصني يعني، راجل من الرجال اسمه اياد، اسمه اياد محمد عبد الخالق، هو يعني زي ما تقول كده حابسينه يعني في الامن عندنا، امن الدوله. ليه عشان ايه؟ ملتزم يعني مربي دهنه يعني ملتزم. بيروح الجامع وكده، بس هو ملوش في حاجه والله. طيب هو له أي علاقة بجماعات متطرفة ولا الناس دول؟ يا باشا ده راجل متربي معانا، أكل شارب نايم قدام عينينا، وبقى بيشتغل معاهم الرجالة. طب خلاص ملوش يعني. أنا هبعته لك النهاردة بالليل، بس قول له بقى يحلق دانه عشان مش كل شوية يشدوه يعني. يا باشا اعتبره حلق سيادتك، الموضوع انتهى. مبروك يا وليد، إن شاء الله في يوم من الأيام أشوفك مدير البنك ده. ها؟ ما كانش له يوم تعبك ده. سلام عليكم. والله يا باشا أنا زعلان آخر زعل. إيه زعلان ليه يا زيد؟ أصل مؤاخذة يعني سيادتك قعدت كده من غير ما تاخد واجبك، وبعدين كنا عايزين نعمل معاك الصح. بقول لك ايه، هو شيشيه بيانديل ما عدوش عليك لسه؟ لا ايديهم منمله الظهر. باش انا يعني عايزك توصيهم شويه عليا. الكلام ما يجيش كده يا زيزو خالص. انتوا بقى تيجوا المكتب عندي نقعد قعده ونتعشى ونتكلم كلمتين. ما ينفعش ان انا اقعد اقول انه الشارع ده اهم منطقه في اقتصاد البلد، وانتوا علاقتكم مش كويسه ببعض. ها مصر اولا يا باشا وربنا. سلام عليكم. اولا انا جاي معاك بس اوصلك. طيب احنا امتى هنفرح كده ونقول لك مبروك يا عروسه؟ مبروك على ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس بقى، دي امه هتموت ونفسها تسمع الخبر اللي هيزقطط قلبها من جوه كده. طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح نكشف. وبعدين بقى انا ما احبش حد يدخل في حياتي كده. خلاص شوفي الفيلم وانت ساكت يا اختي. خلاص حمائيه. وبعدين هو انا اي حد؟ مش هزعل، انا عارفه انك بتحبني وبتموتي فيا كمان. اوعى تكوني قلتي لعاصم حاجه. ما قلتلوش. امه اللي كل ما تشوف وشه تقعد دو 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 دو. ما هي ليها حق ومعذوره، ده ابنها الوحيد. وبعدين كل شويه تلاقي زبون داخل المحل وسحب في ايده ابنه، تتنقط قلبها يولع نار يا اختي. انا عارفه ان الكلام ده بيضايقك، وكلام النسوان ما بيقدمش لعلمك، بس اهم حاجه تكوني مبسوطه. مش انت مبسوطه؟ سيبك مني انا، انتي هتفضلي على ذمه اللي اسمه ايه؟ بهلول. ايوه بهلول. بهلول يا اختي، ما انا ابويا ساب رجاله البلد كلها واساميهم العسل، ومد ايده كده وطلع لي ببهلول.
عارفه انت بتفكري في ايه.